اكثر علي من الصلاة فيه. وما وحد الاكثار؟ ثلاثة الولاد قال يعني اكثر. قال الاكثار ما له حد اعلى، لكن له حد ادنى ولا لا؟ قال بعضهم رضي الله عنه يعني اقل الاكثار 300 مرة، اقل حد الاكثار، اما اعلى ما له حد معلوم. قال بعضهم بل 700 مرة، على ان 700 هي تعتبر من الكثرة. هي انسان 300 700 كثر يعني، المهم يعني فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. افضل افضل ما يكون يوم الجمعة ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه هو طالبنا بذلك، هو طالبنا بذلك، قال فاكثر علي من الصلاة فيه، فان صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.